مشاكل لحد الحين. الوقفه دي هي دعوه اعلان لمسانده اهالي الضحايا وحدادا على ارواح من سقطوا في الطائره المصريه. هي مسانده لكل من سقطوا سواء من ركاب او من طاقم الطائره اللي هو كان يؤدي واجبه واستشهد في الحادث، وكذلك للضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث بشكل عام واستشهدوا. الموقف هو اعلان ودعوه للجميع لان نتضامن معهم لان الا نزيد جرحهم سواء عبر تغطيات غير منضبطه او سواء عبر تفسيرات لا تستند الى ادله، لكن يبقى ان دور الاعلام في نقل الحقائق مهما كانت مجاعه بالمناسبه. هذا بوجود نقابه الصحفيين كمان، نحن مع المواطنين مع الانسانيه بشكل عام، وده جزء من دورنا. نحن نحارب معاركنا، نحاربها من اجل حق المواطنين، واليوم نحن نقف من اجل حق المواطنين. مسانده لاهالي الضحايا، مسانده لمن سقطوا، ونقول لهم معكم ونحن مع قضاياكم في كل وقت. كان في لافتات مكتوب عليها ان الاعلام الغربي ضد مصر، ف ده لافتات ناس شايلينها، ناس عاديه، مش موقف من النقابة. يعني ده كل واحد ده خلي بالك سنه من النقابه هو مساحه لاعلان المواقف، وعندما يشارك الناس لابد ان يشاركوا بوجهه. انا ما اقدرش افرض على حد وجهه نظر، بعض الناس راوا ان هناك تغطيات من حيث وقرروا رفع اللافتات، وبعض اخرين الاساس هنا هو اعلان تضامن مع الضحايا المصريين، مع الضحايا بشكل عام، الضحايا الانسانيه في هذا الحدث.